طيب انا اعرفكم بنفسي، انا يحيى ممتاز، انا كمبيوتر انجينير بدري شويه من 2000، خريج 2009. اشتغلت في 4 شركات، اشتغلت جينيور ديفيلوبر وسينيور ديفيلوبر وتيم ليدر وكونسلتنت، وحاليا شغلي فريلانس وشغال بارت تايم مع كذا شركه. اشتغلت في كذا تكنولوجي، يعني مينلي متخصص في السوفت وير انجينيرنج وفي قواعد البيانات والداتا بيزز، وهنعرف يعني ايه الفرق بين قواعد البيانات والبرامج. التكنولوجيز اللي انا انترست اكتر فيها اللي اشتغلت فيها بشكل كبير زي جافا، لو تسمع اللغه البرمجه اسمها جافا، يعني خدت اشتغلت مع فيها فتره محترمه يعني. والبايثون حاليا شغال بيها برضو، اللي تارجت معايا ان انا بشتغل في الداتا ساينس، يعني ده التارجت بالنسبه لي في البايثون. وفي نفس الوقت احنا هي التكنولوجي في الاخر انت جاست انيد، يعني انت بتحتاج التكنولوجي عشان توصل للتارجت بتاعك ايه. فطبعا زي ما حضراتكم قلتوا ان البايثون بومينج بشكل كبير جدا، هي فعلا بومينج مش جوه مصر بس، لا جوه مصر واكتر من مصر، تبقى بره مصر. البايثون لغه منتشره انتشار كبير جدا، مش السنه دي بس ولا من قريب، لا دي بقى لها كذا سنه. تمام، والانتشار بتاعها ده مش عايزين نقول انها لسهولتها، لا مش هنقول انتشار اللغه، استحاله ان اللغه تنتشر لسهولتها، اللغه بتنتشر عشان التارجت بتاعها، المجال اللي انت هتشتغل بيه. يعني انا ممكن اشتغل بايثون، كان احمد قال انا ممكن اشتغل بايثون عشان اشتغل في السكيورتي مثلا او الهاكينج، بايثون فعلا شغاله في المجال ده. ممكن اشتغل بايثون عشان اشتغل ويب ابلكيشنز او برامج ويب، البايثون فعلا شغاله في التطبيقات الويب، البايثون شغاله في مجال الداتا ساينس او علوم البيانات والذكاء الاصطناعي زي ما مينا قال. تمام، في حاجه اسمها تحليل بيانات، في حاجه اسمها الماشين ليرنينج، البايثون كمان شغاله في الجيمز، البايثون كمان شغاله في موبايل ابلكيشنز، البايثون كمان شغاله بتعمل برامج انجينيرنج، برامج هندسيه. تمام، قصص يعني البايثون بصراحة داخلة في تفاصيل كتير قوي 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 بزيادة طبعا. طيب السؤال، يعني لغات البرمجة التانية مش داخلة في نفس المجالات دي؟ ما أنا ممكن أتعلم لغة جافا مثلا وأروح أشتغل في نفس المجالات دي، لا مش زي البايثون. تمام، كنت أنا عملت كده. أوكي، أمال إيه بقى القصة؟ البايثون تلاقي الجملة دي هتلاقيها منتشرة على النت كتير، البايثون فيها مجموعة من المكتبات مرتبطة بالمجال ده. يعني ليه البايثون مرتبطة بمجال الهاكينج؟ عشان فيها مكتبات جاهزة كتير مستخدمة في مجال الهاكينج. ليه البايثون مرتبطة أكتر بالاي اي؟ عشان فيها مكتبات كتير مرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي وهكذا. طب يعني اللغات التانية ما فيهاش المكتبات دي؟ لا مش في كلها. تمام، مش كل اللغات فيها المكتبات اللي تخص المجال ده، فهو ده رقم واحد سبب انتشار وقوة البايثون. تمام، فالبايثون هي لغة حديثة، هي مش لغة، هي البايثون مش لغة قديمة، يعني مش بأدمية الجافا أو بأدمية السي بلس بلس، هي حديثة بس حديثة اللي هي من 20 سنة يعني. تمام، بس هي تعتبر حديثة إيه عنهم، بس هي حديثة عنهم بس، فعرفت توصل للمجالات دي بطريقة أسهل، بتاخد السمبليسيتي كود بتاعتها، فبقت كتابة الكود بتاعها سهل بسيط مبسط، وبتقدر توصل للمرحلة دي في أسهل الطرق. تمام، ف يعني نفس الكود أنا ممكن أكتبه بالجافا نفس الكود بالظبط، ممكن أكتبه في صفحة حوالي مثلا 10 سطور، أكتبه كود جافا عشان أوصل لحاجة معينة أنا عايزها، أكتب كود بالجافا في 10 سطور، ممكن أعمله بالبايثون حرفيا فعليا كده في 3 4 سطور، ده فعلا. تمام، فالموضوع السمبلست دي حاجة حلوة برضو، أنا مش عايز أعقد نفسي يعني. تمام، وفي نفس الوقت انا عايز اوصل للتارجت بتاعي، هو انا مش عايز اكتب كود وخلاص، لا انا عايز اكتب كود عشان اوصل للتارجت اللي انا عايزه. فور اكزامبل مثلا، يعني ايه التارجت اللي انا عايزه؟ بص يا سيدي، انا عندي اكسل شيت، عندي شيت اكسل فيه بيانات، الشيت الاكسل ده عايز ادخله على البرنامج بتاعي عشان البرنامج يستخرج البيانات من الاكسل شيت ويرفعها على السيستم او على البرنامج بتاعي. اوكي، ده تارجت، ده هدف، ده ممكن يكون مطلوب مننا احنا كمبرمجين نعمل حاجه زي كده. تمام، حاجه زي كده ممكن تتعمل بالجافا في 10 سطور او 15 سطر او اكتر، ممكن تعمل بالبايثون في 4 او 5 سطور. تمام، طب ليه بقى البايثون تعمل 4 5 سطور؟ عشان هي لغه سهله يعني؟ لا، عشان هي فيها مكتبات جاهزه بتعمل الحركه دي.
تمام. يعني ايه مكتبات جاهزه يا باشمهندس؟ مكتبات جاهزه معناها مجموعه من الاكواد الجاهزه، كود برمجي، اربع خمس سطور كود برمجي جاهز بيعمل التارجت ده، بيعمل حاجه اسمها امبورت من اكسل شيت فور اكزامبل. واخد بالك من الفكره بتاعت يعني ايه السهوله بتاعتها وايه المجالات بتاعتها او التارجت بتاعتها؟ فهي فعلا اللغه يمكن اللغه رقم واحد اساسا في لغات الداتا ساينس او الذكاء الاصطناعي والاي اي والقصه دي، فهي رقم واحد اساسا في القصه دي. يمكن في الويب ابلكيشنز مش رقم واحد، عشان برضو كل لغه، عشان هي لو رقم واحد في كل حاجه صح كده؟ لو هي بس رقم واحد في كل حاجه ايه اللي هيحصل؟ يبقى اللغات التانيه ملهاش لازمه. لا لا صح، هي البايثون رقم واحد في الداتا ساينس وعلوم البيانات، بس مش رقم واحد في الويب. تمام، ايه ده يعني هي ما تنفعش في الويب؟ لا تنفع الويب، تشتغل في الويب بس مش رقم واحد. يعني في لغات التانيه يمكن اقوى ومعروفه واكثر للتعامل فيها عن الايه؟ عن البايثون. نفس القصه في الموبايل، هي مش رقم واحد في الموبايل، فاهمين قصدي؟ لان هي لو رقم واحد في كل حاجه يبقى هي ايه؟ خلاص بقى انا اتعلم حاجه تانيه ليه؟ يبقى اللغات دي كلها بحه يعني. تمام، لا هي مش رقم واحد في الويب، مش رقم واحد في الموبايل. تمام، بس تقدر تعمل بيها برامج ويب قويه، تقدر تعمل بيها برامج موبايل برضه محترمه. تمام، وفي نفس الوقت هي رقم واحد في مجالات تانيه، واخد بالك؟ طيب لو انا جيت عايزين نتكلم شويه عن عن الكورس عموما يعني بتاعنا. بص يا سيدي، احنا اول حاجه احنا بنتعلم برمجه ليه اصلا؟ يعني ليه بنتعلم برمجه؟ او البرمجه بالنسبه لي ازاي هتديني، ازاي هتجيب لي دخل؟ ازاي البرمجه هتديني انكم؟ يعني اكيد انا مش بتعلمها هوايه، اوكي؟ او حتى لو هوايه سيدي حاجه حلوه، تمام؟ بس اكيد انت محتاج ان البرمجه تديك ايه؟ تديك انكم، اوكي؟ فور اكزامبل مثلا انا محاضر اهو، اوكي، انا بدي كورسات برمجه فباخد عليها فلوس انكم. ده بالنسبه لي ايه؟ يبقى البرمجه كده بتدخل لي انكم، صح ولا غلط؟ طيب في ايه تاني يعني لازم ابقى محاضر عشان تدخل لي فلوس؟ لا طبعا، البرمجه دي عشان تعرف تدخل لك فلوس يبقى انت لازم تعمل برامج، لازم تقدر تصمم برنامج عشان البرنامج ده يتباع لعميل، العميل يدفع قدامه فلوس، اوكي؟ شركة محتاجة يتعمل لها ويب سايت على الانترنت، فالشركة دي بتتعامل مع مبرمج بتقول له لو سمحت تقدر تعمل لي ويب سايت؟ اقدر اعمل لك ويب سايت. تمام، انتوا شركة ايه؟ احنا شركة بتاعت نقل اساس مثلا، عايزين نعمل ويب سايت لينا عشان اليوزرز او المستخدمين يقدروا يشوفوا الويب سايت والبروفايل بتاعنا على الانترنت وكده يعني. تقدر يا باشمهندس تقدر تعمل ويب سايت؟ اقدر اعمل لكم ويب سايت. تمام، بكام؟ بمبلغ كذا، خلاص اعملنا ويب سايت وادي الفلوس اهي واشتغل. خدت، شوف خدت بالك من الفكره؟ يبقى انا عملت لهم ويب سايت، اوكي، خدت مكانها فلوس، انا كده افدتهم بالويب سايت. هم اكيد مش بيعملوا ويب سايت لله والوطن يعني، بيعملوا ويب سايت علشان العملاء بتاعتهم يقدروا يشوفوا الموقع بتاع الاونلاين بتاع الشركه دي عشان يقدروا يتعاقدوا معاهم ويقدروا ياخدوا فكره عنهم ويشوفوا الصور بتاعتهم وهكذا يعني. تمام، دي حاجه. انا ممكن اعمل ايه للشركه دي؟ الشركه دي عندها موظفين وعندها عمال وعندها مرتبات وعندها اجازات، انا ممكن اعمل لهم برامج سيستم، فالبرنامج ده انا اقدر اعمله، اوكي، اقدر اعمل برنامج للشركه بتاعت الاساس يدير او يمانج المرتبات بتاعت الموظفين. كل موظف هيقبض قد ايه اخر الشهر؟ يعني ممكن الموظف ده يتخصم منه فلوس، ممكن ياخد حوافز، ممكن يكون واخد سلف، اوكي، ممكن يكون واخد اجازه بدون مرتب. لازم برنامج عشان يدير الكلام ده كله، اوكي. فانا اقدر اعمل برنامج يفيد الشركه دي، انا عملت لهم ويب سايت واخدت فلوس وخلاص. يا باشمهندس تقدر تعمل لنا برنامج اسمه شؤون عاملين يفيدنا في القصص دي؟ اقدر اعمل لكم. بكام؟ الموقع الاولاني خدت فيه اكس، الموقع الثاني او السيستم الثاني بقى هاخد فيه 4 او 5 اكس، لان دي حاجه كبيره. تخلص في قد ايه؟ في 3 شهور، اوكي، ادي فلوسه، هات البرنامج، تعال خلص البرنامج واشتغل وتست ونجرب والبرنامج اشتغل حلو قوي. تمام، طيب خلاص خدت فلوسه كده وخلاص؟ لا، ما في حاجه اسمها دعم فني، انا اقدر اخد من الشركه دي دعم فني شهريا بيقولوا عليه سبورت، اوكي، فبحيث ان انا بعد ما بعت لهم برنامج اخد سبورت شهري او سبورت سنوي او سبورت ربع شهري وهكذا، ففلوس دخلالي على طول. لو البرنامج فيه مشكله اصلحها، لو البرنامج عايز تطوير تعديلات معينه او ملاحظات او اي حاجه اصلحها، دي اسمها دعم فني، اوكي. فده كده بالربح بالنسبه لي، انا كده بربح لنفسي من الايه؟ من العملاء، ان انا ابيع
برنامج والتاني والتالت والرابع ويب سايت موبايل ابلكيشن اوكي، اقدر اعمل كل التفاصيل، هو ده اللي بيدخل لي فلوس. طب يعني انت يا باشمهندس، هو كل شغلنا ان احنا نجيب فلوس ان انا ابيع برامج لعملاء؟ هو اه، هو انت شغلك انك تبيع برامج لعملاء لوحدك او انك تشتغل جوه شركه، جوه شركه برمجه. يعني انت ممكن ما تعرفش اساسا تشتغل لوحدك، ممكن تعرف تشتغل جوه تيم، تيم مبرمجين، تيم مبرمجين دي معناها شركه برمجه اوكي. فشركه البرمجه دي شركة عادية خالص، بس الشركة بتقدم خدمات برمجة، يعني هي اللي بتعمل برامج للعملاء جوه مصر وبره مصر، هي بتعمل ويب سايتس، هي بتعمل موبايل ابلكيشن وهكذا. انت بقى واحد، انت تشتغل كشخص واحد، تشتغل جوه ايه؟ جوه الشركة دي، تبقى واحد من التيم بتاعه. فالشركة اللي هتتعاقد مع العملاء، الشركة هتحاسب العملاء، الشركة هتديك انت مرتب اخر الشهر. تمام؟ فانت كده وظيفتك بقت مبرمج جوه الشركة، بقيت تشتغل في جزء من البرنامج بس، مش البرنامج ككل. اوكي، فده انت ده الجزء الثاني. فيا اما تشتغل مبرمج جوه شركه وتاخد مرتب اخر الشهر، يا اما تشتغل فريلانسر، بيقول عليها فريلانسر، او تشتغل شغل حر وتعمل برامج للعملاء. تمام، طبعا الاسهل انك تشتغل في شركه بصراحه، لانك انت ضامن مرتبك اخر الشهر، ضامن هيدخل لك مرتب حتى لو ما جاش مشاريع للشركه دي، انت في الاخر موظف يعني جوه الشركه، فانت بيجي لك فلوس شهري المرتب الشهري وخلاص. اوكي، انت مش فارق معاك انك تروح تجري تدور على عميل والعميل يدفع فلوس، او العميل يوافق اساسا ان هو يديك يعمل شغل معاك. تمام، الحاجه الثانيه كمان انك انت مش مضمون للعميل، يعني العميل يتعاقد مع شركه برمجه ولا يتعاقد معاك انت كحر كشخص، انت مش مضمون للعميل الا بعد فتره لما تبقى حد مضمون وعندك سابقه اعمال ومشاريع والحاجات دي، فانت برضو مش مضمون. فانت اسهل انك تشتغل جوه شركه برمجه. تمام، في واحد حلو كده بيفكر بشكل حلو زي مثلا محمود اهو، بيقول ايه، في موقع مستقل وخمسات. تمام، فمستقل وخمسات ده ديم بيقول عليها مواقع شغل حر، فممكن انا كيحيى اشتغل في شركه برمجه مبرمج فول تايم في الشركه، يعني دوام اساسي باخد مرتب اخر الشهر، وفي نفس الوقت بالليل اروح ايه القط رزقي كده من مواقع الشغل الحر اللي هو زي مستقل وخمسات واب ووركس، في مواقع كتير جدا الشغل الحر ده. تمام، او عندي علاقات، عندي صاحبي فاتح صيدليه عايز سيستم للصيدليه، قلت له ده انا مبرمج وبعرف اعمل لك سيستم وبرنامج، واعمل لك برنامج بالبايثون او برنامج بالجافا وعليه قواعد بيانات، واعمل له بقى الدنيا حلوه كده بكام يا سيدي، بكذا، ادي فلوس اهي ويلا اشتغل البرنامج. تمام، طبعا ما بقول لكم الموضوع بسهوله كده، هو قصه البرامج مش ما تبقاش بالسهوله دي، فيها سايكل كامله فيها هيصه، بس في الاخر هي الموضوع في الخلاصه بتاعته هي كده، لو انت بتاخد مرتب من البرمجه بالشكل ده، الراجل المصمم اللي شغال على الفوتوشوب بياخد فلوس ازاي؟ عشان يعرف يشتغل فوتوشوب؟ لا، عشان بيعمل تصميمات يبيعها للشركات، الشركات دي بتاخد التصميم يا اما تعمل بيه لوجو، يا اما بتستخدمه على السوشيال ميديا، يا اما تطبعه وتعمل اعلانات اليوفا بتاعت المحلات، اليوفا اللي في الشوارع، كل اللي عملها ده مصمم، بس هو عنده مهاره انه بيعرف يديزاين، يستخدم الفوتوشوب او ممكن يكون برامج بقى اللي هي بتاعت الانديزاين او برامج الالستريتور، ده برامج التصميمات يعني، عشان يطلع بيها تصميم بشكل محترم وعنده سنس فني. انت ايه المهاره اللي عندك؟ برمجه، عندي مهاره البرمجه، بفهم في البرمجه، بستخدم لغه برمجه معينه عشان اعمل بيها برامج، هي دي اللعبه كلها. تمام، الكورس بتاعنا ده هيؤهلنا ان احنا نعمل برامج ولا ايه بالظبط؟ تمام، بص يا سيدي، الكورس ده هو اسمه اساسا تاسيس برمجه، يعني انت ما تعرفش عن البرمجه حاجه عموما اوكي، وفي نفس الوقت احنا بنطلع مع بعض 3 ليفلز عشان تبقى انت عندك ال3 سلمات بتاعه البرمجه الاساسيه ان شاء الله، اللي هو تبقى انت كانك حد خريج كمبيوتر ساينس او كانك حد خريج كمبيوتر انجينير. تمام، طبعا مش هنقول بالظبط القصه دي، اكيد انت مش ال4 5 شهور مش هتبقى ليها مقارنه بالخمس سنين بتاعت هندسه، 4 سنين بتاعت كمبيوتر ساينس، بس في نفس الوقت هم بياخدوا تخصصات كتير، الكليه بتاخد كذا تخصص، انت بتتكلم في مجال بشكل عام او انت عارف التارجت بتاعك ايه بالظبط. تمام، فانت بتاخد بشكل كبير يعني الحاجات اللي هم يعتبروا بياخدوها، وبعد ما انت بتخلص الكورس ده تمام بتبقى انت اسمك مبرمج بشكل عام، والمبرمج ده بيبتدي هو بقى اللي ايه يختار التخصص اللي هيشتغل عليه. طب يعني مش هنطلع يا باشمهندس اي برنامج في الكورس ده؟ لا طبعا هنطلع ان شاء الله، انك انت لو ما طلعتش برنامج في الكورس ده، برنامج ليه واجهه وليه ازرار وليه منيو وليه بتستخدم الماوس وتدوس كليك ومش عارف ايه، يبقى انت كده هتمل جدا، هيبقى الموضوع ممل جدا بالنسبه لك. بس انا هنطلع البرنامج ده مع قواعد البيانات، نتعلم ان شاء الله بشكل مبسط قواعد البيانات
في ليفل 2 تمام. ليفل 1 هنبقى نهايته كده ان شاء الله هنعمل لعبه صغيره بالبايثون. ليفل 2 ان شاء الله في نهايته هتكون معاك برنامج بيقول عليه برامج ديسكتوب ابلكيشن، حواليك شكل للبرامج ديسكتوب مع مربوطه بيه قواعد البيانات تمام، او بيقول عليها الايه الداتابيس. ليفل 3 بقى بنسميه ليفل اكسترا ادفانسد او سوبريور ليفل، تعلم حاجات بقى حاجات فعلا رخمه. هي حاجات رخمه فعلا، اللي هو داتا ستراكشر والالجوريزمز بروبلم سولفنج، حاجات رخمه ومتعبه، وهتلاقي دماغك بتقعد تفكر كده تفكير اللي هو رخم تمام. بس انت دي هتبقى حلوه حتى يا سيدي لو انت استفدت من الليفل 3 ده 50% منه، ده خير وبركه جدا اساسا. يعني الموضوع رخم وبيجي بالوقت، بس في نفس الوقت الشركات محتاجه ان واحد يبقى عنده الافكار دي عشان تعرف تفرق ما بين واحد والتاني ودماغك تشتغل وتفكر بشكل برمجي بشكل كبير يعني تمام. البروبلم سولفينج انواع، يعني مثلا في بروبلم سولفينج سيمبل، ودي اللي احنا هناخدها من اول يوم ان شاء الله تمام، وفي بروبلم سولفينج معقد اللي هو ليفل 3. ليفل 3 ده البروبلم سولفينج المعقده المعقده جدا تمام. انما في الليفل 1 والليفل 2 ده لا، احنا بناخد بروبلم سولفينج الحلوه اللذيذه يعني، اللي هو تعالى نعمل برنامج بيعمل كذا، برنامج صغير بيجيب متوسط حسابات، مش عارف برنامج بيجيب معادله رياضيه، هي بروبلم سولفينج برضه بس حاجه ايه بسيطه سيمبل كده، غير البروبلم سولفينج اللي هي اللي في الاخر تمام. طيب عايزين نشوف، بص يا باشمهندس، عايزين نشوف البرامج اللي احنا ممكن او مش اللي احنا هنعملها في الكورس، البرامج عموما يعني. انا خلاص انا بقيت وانا عايز اعيش حياه المبرمجين اللي شغالين دلوقتي في السوق وبيعملوا برامج بيبيعوها اوكي. ايه البرامج اللي احنا نقدر نتعامل بيها او يعني من الاخر كده يا شباب عايزين نشوف اخر الطريق. يعني احنا لو خلصنا الكورس ده اللي هو تاسيس البرمجه العام ده ودخلنا في كورسات تخصص، هنوصل نعمل برامج ايه؟ ايه نوعيه البرامج بتاعت سوق العمل اللي انا بجد ممكن تدخلي فيه تمام. انا استاذنكم بس انا هوريكم شكل برامج، بس عشان البرامج دي لايف يعني حاجه برودكشن حقيقي، فانا استاذنكم بس ان انا اوقف الريكورد اوكي، واعرض لكم بس شكل البرامج عشان ما يبقاش في مشكله. بس اوقف الريكورد تمام، شكرا. محمود معلش انت سؤالك بتقول ايه؟ البوت البوت بوت بتاع البايثون بوت الانترنت. بص هو البوت ده انت تدرسه لو دخلت ان شاء الله في الجزء بتاع الاي اي بالبايثون تمام، فده مش موجود معانا في الكورس. احنا جنريت بوت وكده، ده جزء يخص الاي اي بالبايثون، هتلاقي فيه التوبكس بتاعت زي الشات بوت والقصه تمام. طيب حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ يبقى ده عشان احنا ما سجلناهوش، ده المحتوى بتاعنا، وهبعت لكم طبعا انتوا معاكم المحتوى البي دي اف تقريبا، فهبعت لكم برضو المحتوى الاجنده دي عشان دي تبقى معايا برضه اوكي. طيب نشوف ايه القصه دي. بص يا سيدي احنا هنا في كان شويه كلام نظري كده تمام. خلينا نتعلم برمجه. يعني ايه برمجه؟ تعريف البرمجه، بص البرمجه بشكل نظري هي عمليه اعطاء اوامر برمجيه، نكتب اكواد برمجيه للحاسب لحل مشكله معينه، بنقول بندي اوامر للكمبيوتر عشان يحل لنا مشكله تمام. طبعا الجمله مش مفهومه قوي، يعني ايه يحل لنا مشكله يا سيدي؟ يعني معادله رياضيه، انا عايز احل معادله رياضيه زي الكالكوليتور كده، مش الكالكوليتور تحل معادله رياضيه، دي اسمها بيحل مشكله معينه تمام. فانا بدي اوامر برمجيه للكمبيوتر عشان يحل المشكله، او خلينا نتكلم بشكل اشيك عشان نبني برامج لبناء التطبيقات البرمجيه. ايه التطبيقات البرمجيه؟ التطبيقات البرمجيه بص بيقولوا عليها ايه الابلكيشنز، انا اقصدها اقصد ان انا اكتب هنا بالعربي وبالانجليزي. ليه اقصد بالعربي والانجليزي؟ تمام عشان لو انت ما عندكش الانجليزي بتاعك مش جامد قوي تبقى انت فاهم الكلام بالعربي اوكي، بس في نفس الوقت لازم تعرفه بالانجليزي، يعني عاجلا اجلا لو انت مالكش في انجليزي بالذوق بالعافيه هتتعلم انجليزي من الاخر كده تمام. طيب البرامج او التطبيقات البرمجيه بالانجليزي اسمها ايه؟ بروجرامز، برامج او بيقول عليها ايه؟ ابلكيشن، تطبيقات تمام. هي البرمجيات المستخدمه في الكمبيوتر وعلى الانترنت او على الموبايل، يبقى برامج ديسكتوب على الكمبيوتر، برامج على الانترنت، برامج الويب، او برامج تطبيقات موبايل تمام، اللي هي اندرويد والاي او اس وكده، سواء استخدام شخصي
او استخدام شركات، عايز تستخدمها باستخدام شخصي او تستخدمها ايه في الشركات. تمام. طيب الاستخدام الشخصي يعني ايه؟ يعني انت عندك برنامج على الموبايل كده بيجيب لك مثلا سي مواعيد الصلاه، تمام، ده استخدام شخصي، المفكره او النوتس او الاجنده بتاعت النهارده، دي استخدام شخصي. استخدام شركات، برامج مخازن، برامج شؤون عاملين، برامج حسابات، مرتبات، ميزانيه، اوكي، ويب سايتس اونلاين، برامج حجز او ويب سايتس حجز كورسات، برنامج زي زوم، ده برنامج زوم اللي احنا شغالين عليه ده برنامج، اوكي، فده برنامج بيستخدموه الشركات عشان يسجلوا ميتنجز بتاعتهم او يدخلوا ريموتلي اونلاين وهكذا، دي كلها برامج. تمام. انواع التطبيقات، تطبيقات ديسكتوب، ويب، موبايل، والعاب. اوكي، طبعا الالعاب دي برضه بتجيب دخله اساسا، بس يمكن في مصر هنا مش معترف بيها قوي، بس برامج الالعاب دي على بره مصر رهيبه جدا في الانكم بتاعها، وشركات كبيره جدا شغاله في موضوع الجيمز ده وليها انكم كتير جدا. طيب ايه امثله من لغات البرمجه اللي انا ممكن اتعلمها؟ ممكن اتعلم سي بلس بلس، سي شيبات دي بيقولوا عليها سي شارب، اسمها سي شارب، بي اتش بي، جافا، جافا سكريبت، هي دي البرمجه اللي انا ممكن اتعلمها او اتعامل بيها او اشتغل بيها اساسا. تمام. طبعا يعني السي دي يعني مش هنتكلم عليها، طبعا تعتبر قديمه جدا، او هي بدايه الكون في البرمجه في موضوع السي، فيمكن سي بلس بلس هي اللي عليها يعني شو كبير كتعليم اساسيات برمجه. تمام. السي شارب، الحاجات دي كلها، كل دي لغات ليفل عالي، يعني ليفل ادفانسد، وكل دي بتستخدم في الماركت، كل دي ليها وظائف. يعني انت لو كتبت على جوجل كده بايثون ديفلوبر، او بايثون بروجرامر، جافا سكريبت بروجرامر، جافا بروجرامر، بي اتش بي بروجرامر، سي شارب بروجرامر، هتلاقي كل دي ليها وظائف. اوكي. ف كل اللغات دي لغات موجوده. طب هم دول لغات البرمجه بس في العالم؟ لا، هو في لغات اكتر من كده، بس هم دول الاشهر في الموضوع يعني. تمام. انا هتعلم بايثون، بس لازم تبقى انت عارف ان في لغه اسمها جافا سكريبت وجافا وبي اتش بي، وكده كده هتتخبط فيهم. يعني انت في الواقع بقى في شغلك لازم هتتصدم بايه؟ باللغات دي قدامك، يعني حد شغال بيها تتعامل معاه كده، او في البرامج نفس البرنامج نفسه ممكن يكون معمول بكذا لغه. اوكي. طيب which programming language I shall choose today؟ ايه لغه البرمجه اللي انا بفضل اتعلمها؟ بص يا سيدي، عشان تتعلم لغه ابدا بالسهله. تمام. ابدا باللغه المصادر اللي تعلمها كتير، فيها كتير اونلاين مثلا ريسورسز، مش انك تتعلم بس، مش ان على اليوتيوب بس، لا، انك تحل مشاكل. يعني اول ما يطلع لك ايرور تسيرش على الايرور او على المشكله تعرف تحلها. اللغه بتتطور بشكل كبير، هو ده اهم بالنسبه لي انا بقى، اللغه دي المستخدمه في العديد من انواع التطبيقات المختلفه، بتستخدم في كل المجالات اللي انت محتاجها. تمام. المهم ابدا باي لغه تتعلم وخلاص، تبدا وتستمر، لما تبداش وايه وتقع، يعني هو ده المهم وخلاص، تعلم اي لغه. واحنا طبعا بنختار البايثون. طيب بص يا سيدي، هو في خناقات في الماركت عموما، يعني لو انت دورت سيرش اونلاين كده، ابدا بالبايثون ولا ابدا بالسي بلس بلس ولا ابدا بالجافا؟ غالبا الجافا طلعت بره الموضوع. تمام. لان الجافا متعبه شويه وصعبه، وبدأ حاجه اسمها اوبجكت اورينتد من الاول خالص، لازم تتعلمها في او بي او اوبجكت اورينتد، فمتعبه. تمام. وبيني وبينك، بص، انا واحد جافا قديم يعني. تمام. الجافا فعلا متعبه، وهتشوف منها ناتج بعد فتره كبيره، يعني انت بتتعلمها عشان تعرف تشوف ريزلت او ناتج معين يعني. تمام. فالجافا مستبعدينها، مع ان الجافا لغه قويه جدا جدا طبعا. تمام. طيب فهي دلوقتي اللعبه كلها ما بين الايه؟ ما بين السي بلس بلس وما بين البايثون. هتلاقي في خناقات اونلاين كده كتير على النت، اتعلم برمجه ازاي، سي بلس بلس ولا اتعلم بايثون؟ ففي مدرستين، ناس تقول لك روح للسي بلس بلس، وناس تقول لك روح للبايثون. تمام. طيب بص، هو انا بالنسبه لي مش فرق، انت اتعلمت سي بلس بلس كمبرمج وتعلمت كل الموضوعات بتاعت الاساسيات برمجه بسي بلس، حلو حلو وخير وبركه. اتعلمتها بايثون برضه، حلو وخير وبركه. تمام. طيب الناس بيتخانقوا ليه؟ بيتخانقوا ان سي بلس بلس، السي بلس بلس هي لغه قديمه قوي. اوكي. لغه قديمه قديمه يعني، من بدري جدا، هي اولى اللغات او المذر اوف ذا لانجوج، ام اللغات كلها. تمام. فسي بلس بلس واخده انك كل حاجه عايز تعملها توصل لها هتكتب لها كود، مفيش حاجه جاهزه في السي بلس بلس تحركها، كل حاجه تقريبا محتاجها لازم تكتبها كود برمجي. فده هيعلمك حاجات كتير جدا في السي بلس بلس، انك كل حاجه تكتبها بالايه؟ بالكود. اوكي. فده الناس، المدرسه بتاعت السي بلس بلس كل حاجه تكتبها بالكود خلاص، ما فيهاش التحديثات والتطويرات والتسهيلات بتاعت البايثون. حلو الكلام.
فكل حاجه شغاله بالسي بلس بلس، لدرجه انك انت اساسا بالسي بلس بلس انت بتتحكم، انت لازم بالسي بلس بلس تتحكم في الميموري، او الميموري دي اللي هو الرامات بتاعت اللابتوب او بتاعت الكمبيوتر بتاع، بتتحكم في الميموري، في ازاي تستخدم اللغه بتاعتك دي في الميموري، تمام، او ازاي تتعامل في الميموري وتتحكم في الميموري بتاعتك بالسي بلس بلس. اوكي، الحاجه زي البايثون، او مش البايثون بس، كل اللغات اللي بعد السي بلس بلس مانعينك اساسا انك تتعامل مع الميموري دي، تمام، فهم اللغه هي اللي بتتعامل بدالك في الميموري، ان التعامل مع الميموري مش سهل، فيقول لك تتعلم سي بلس بلس عشان تقدر تتعامل مع الميموري. اوكي، طيب، هو انا يعني محتاج اتعامل مع الميموري قوي؟ هو انا بيني وبينك انت مش محتاج تتعامل مع الميموري بالظبط، في 80% من البرامج اللي انت هتعملها في البيزنس مش هتحتاج تتعامل مع الميموري، هو اللغه اللي بتتعامل من بدالك انت، تمام. فانا عشان كده برضو حته اتعامل مع الميموري بتبقى متعبه جدا، وممكن اساسا انت وانت رايح تتعلمها ممكن تقع، يعني هتلاقي الموضوع متعب وصعب وتقول لا لا انا وقعت اساسا والموضوع شكله صعب، وما تفتكرش ان هو ان في اسهل من كده، تمام. فهي دي معظم الحاجات اللي هو، او خلينا في 2.2، ان السي بلس بلس اكترها في التعامل مع الميموري، يعني تحكم في الميموري بالظبط، كل حاجه تحط ايه في الميموري فين وتشيل ايه من الميموري وتمسح، ده سي بلس بلس، تمام. وكل حاجه تكتبها بايدك في سي بلس بلس، مفيش حاجه بتسهلك، مفيش مكتبات جاهزه بتسهلك التعامل مع السي بلس بلس، فاللي بيتعامل سي بلس بلس بتبقى هي لغه متعبه بصراحه بالنسبه له جدا، تمام، بيكتب كود كتير قوي، اوكي، بياخد فتره كبيره جدا. مشكلتي انا بقى برضو في السي بلس بلس انك انت بعد ما تتعلم كل القصه دي، تمام، خلاص خلصت اساسيات، يلا بقى اتعلم ايه؟ تخصص. طب التخصص ده في تخصص بالسي بلس بلس؟ لا، ما فيش تخصص بالسي بلس بلس. سي بلس بلس دي لغه قويه جدا، وهي بتعمل حاجات رهيبه جدا، بس بتعمل ايه؟ بتعمل البرامج اللي هي البرامج نظم تشغيل، يعني بتعمل ويندوز، ويندوز يعني شركه مايكروسوفت سان سي بلس هي اللي عملت بيها الويندوز، ويندوز 7 و8 و10 و11، الويندوز ما هو سي بلس بلس، اوكي، بتتعامل بيها برامج زي قاعده بيانات مثلا اوراكل، مثلا قاعده بيانات اوراكل دي كلها معموله بالسي بلس بلس او بالسي، اوكي، فانت بتعمل برامج انتربرايز، برامج كبيره جدا وتيم كبير جدا بيشتغل في حاجات زي كده، فالبرامج دي بتبقى يعني اوكي، انت لو اشتغلت في شركه مايكروسوفت في امريكا، ولا اشتغلت في جوجل، ولا اشتغلت في شركات مالتي ناشونال كبيره جدا، بص يعني هم هيحتاجوا انك تتعامل بالسي بلس بلس مثلا عشان تعمل حاجات برامج زي كده، بس البرامج البيزنس عموما اللي هو البرامج اللي احنا بنبيعها للعملاء العاديين عادي خالص، الويب سايتس والموبايل ابلكيشنز والويب ابلكيشن والحاجات اللي هي منتشره جدا جدا دي ما بتستخدمش فيها سي بلس بلس خالص، تمام. فانك تلاقي وظيفه ليك بالسي بلس بلس ما اظنش انك انت ممكن تلاقي وظيفه بالسي بلس بلس، فانت ما استفدتش باللغه غير انك انت اتعلمت اساسيات، تمام. فلو رحنا لغه تانيه اتعلمناها، او هخسر ايه لو اتعلمت سي بلس بلس؟ اولا ممكن تخسر وقت كبير جدا ومجهود، والخوف الاكتر انك انت ممكن تتعقد اصلا في حياتك، فانت ممكن تتعقد من البرمجه وتقول ان الموضوع اساسا رخم وصعب ومتعب وانا مش مكمل في البرمجه، وغالبا ممكن يحصل كده فعلا، لو واحد نفسه مش عالي هيقع، وهيقع المصيبه انه هيفتكر ان هي البرمجه اصلا متعبه وصعبه، تمام، مع ان هي لا، هي الموضوع ابسط، يعني في حاجات كتير اسهل من التعامل مع سي بلس بلس، ودي اهم نقطه، تمام، ان واحد ممكن ما يبقاش عارف ان في حاجه سهله، فلما بيقول ايه ده، اذا كان السي بلس بلس متعبه كده، طب والباقي ايه؟ ده الباقي اصعب بكتير جدا، تمام. انما لو انا رحت بقى لغه زي البايثون، انا ما بتعاملش من الميموري، فانت فعلا معلومه انك تتعامل او مش بالنسبه لك مش هتلاقيها في البايثون، مش هنستخدم المكتبات الجاهزه، احنا هنعمل كل حاجه بالكود، هوريك بدل ما تستخدم مكتبه جاهزه، لا اشتغل برمجه، يبقى كانك سي بلس بلس عادي، اشتغل برمجه، وبعد كده اقول لك بص بقى عندك مكتبه جاهزتين بدل 5 سطور، فكده هنوريك ازاي تشتغل برمجه عاديه، وهوريك ازاي تشتغل ال5 سطور دول بمكتبه في كلمتين بس، واخد بالك؟ فالحته دي خلاص ما بقتش فارقه معانا بين سي بلس بلس وبايثون، وشويه شويه احنا ان شاء الله هنقعد نحكي مع بعض، انا عارف سي بلس بلس الحمد لله، وعارف جافا، وعارف بايثون، هبتدي اقول لك دي موجوده هنا بالشكل ده، ودي موجوده هنا بالشكل ده، وهكذا، تمام؟ الحاجه المهمه بقى ان البايثون اساسا تخصص، يعني انت لو اتعلمت بايثون ودخلت في لغه، دخلت في تخصص
حاجه تخص البايثون بالويب ابلكيشنز او داتا ساينس او كده، فانت عديت حوالي 25 او 30% من الطريق، اتعلمت اللغه اللي انت هتتخصص فيها. تمام، فانت كده كده ايه، البايثون ده هيفتح لك ليفل عالي. فانا بحترم كل المدرستين طبعا جدا، بحترم المدرسه اللي بتقول روح للسي بلس بلس، وبحترم المدرسه اللي بتروح للبايثون. تمام، وانا بحترمهم ليه، واقدر اقول ان انا عارف السي بلس بلس بلس، وعارف البايثون، وعارف الجافا. تمام، فانا عارف التلاته الحمد لله، فبعرف اقارن ما بينهم ايه بالظبط. وفي نفس الوقت يعني انت دلوقتي، انت اطفال المدارس مثلا بيتعلموا ايه؟ هبه انت معانا صح؟ بيتعلموا ايه؟ بنتك بتتعلم ايه دلوقتي؟ هي بتتعلم حر دلوقتي سكراتش، سكراتش، وبعد سكراتش، سكراتش ده مش لغة خالص، مش سكراتش ده لغة خالص، هي دراج يعني ودروب بس برنامج لطيف كده يخليهم يظهر لهم الألعاب يعني. بالظبط، وبعدها هتروح بايثون. بعدها هتروح بايثون بالظبط، هي مقدمة ان هي بدل ما تكتب الكود كأن البازل دي كاتبه لها كود جاهز، فهي بتتعلم بس بالظبط تركيبها على بعضه، لما بقى تستوعب الفكرة تبدأ بقى هي تكتب الكود بعد كده. بالظبط. يعني طب ليه بقى السؤال، ليه ما ادوهاش سي بلس بلس؟ I think هتبقى صعبة قوي عليهم إن هم يفهموا صعب يعني في قوي سنهم ده. ده حقيقي، طب مع ان هم عايزينهم يتاسسوا برمجه بس بيأسسوهم بالبايثون، هي دي الفكره. تمام، فمش مش اجباري انك تتاسس بالسي بلس بلس. تمام، وكان في امثله ناس حلوه بتقولها كتير جدا، انت لو تعلمت عايز تعلم برمجه بالسي بلس بلس انت كانك بتسوق عربيه مانيوال. تمام، ففي برضه مدرسين امسوا العربيه مانيوال عشان تعرف تسوق اي لغه تاني او تعرف تسوق اي عربيه تاني، وفي ناس تقول لك لا انا عايز اتعلم بايثون يبقى انا كانك بتتعلم على عربيه اوتوماتيك على طول، لان كده هتشتغل عربيات اوتوماتيك على طول، مش هتتعلم ايه على عربيات مانوال تاني. فدي مدرستين في الكبار قوي في النقطه دي. تمام، فالباور بوينت هبعته لكم برضه، وتقدر تشوف ال 16 ديفرنس ما بين البايثون والسي بلس بلس، يعني كل حاجه تقدر تتعامل معاها. طيب الصوره هنا بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو عايز اعمل ريفرس سترينج ان سي بلس بلس، يعني ايه ريفرس؟ يعني الجمله دي، شايف الكلمه دي مثلا بايثون دوت هاب مثلا، دي كلمه اوكي، دي بيقول عليها نص او جمله، لو عايز اعمل لها ريفرس، ريفرس يعني عايز اقلبها يعني تكتب كده، بص بدل بايثون دوت هاب كده بي يو اتش دوت ان او اتش تي واي بي، دي من ضمن البروبلم سولفنج، ازاي تعكس جمله اوكي بالسي بلس بلس، بتكتب الكود ده كله عشان تعكسه. بالبايثون ممكن تستخدم حته صغيره زي كده تفصيله بالشكل ده. تمام، الموضوع كارثي يعني اوكي، بس دي حاجه جاهزه في البايثون، فاحنا مش هناخدها بالطريقه دي برضو بس، لا ده احنا كمان هنعرف ازاي نعمل لها ريفرس، ما يسمى حاجه دي اسمها اللوبس، او نستخدم اكواد زي كده، فحاجه زي كده احنا بنعمل بايثون. يبقى عندك زي يعني البايثون يعرف يعمل الكلام ده، يعرف، ما هو ده اللي بتكلم عليه بقى، البايثون يقدر يعرف يعمل الطريقه دي. تمام، ويشتغل بنفس اللوجيك ده بالظبط، وفي نفس الوقت البايثون في الحته دي اللي هي مختصره، تقدر تعكس اللغه، تعكس الجمله من غير ما تكتب كل ده. يبقى انت يا سيدي انا اتعلمت اهو، خلاص يا سيدي هعملها بالطريقه دي بالبايثون، ماشي اتعلمت، وبعدين في الشغل بقى هيجبرك تعملها كده؟ لا طبعا، اعملها اللي انت عايزه، اعكسها، اكتب نقطتين نقطتين سالب واحد، هيعكس لك الجمله. فهمت قصدي ايه في القصه دي؟ تمام، فاحنا هنتعلم بالبايثون، هنتعلم البرمجه، مش هنتعلم المكتبات الجاهزه اوكي، وفي نفس الوقت هنشوف المكتبات الجاهزه، مفيش اي مشكله. طيب دي شويه طبعا معلومات كده هيستوري عن البايثون سنه كام بتاع. بص بقى الحته دي تستخدم في العديد من المجالات البرمجيه والرياضيات زي الديسكتوب والويب والموبايل وتحليل البيانات، داتا اناليسيس، ماشين ليرنينج، والاي اي، الذكاء الاصطناعي، سايبر سيكيورتي، الهاكينج، والنتوركينج، الناس بتوع النتورك انجينيرز، حاجه اسمها داتا فيجواليزيشن او عرض البيانات، كل ده بتستخدم فيه البايثون. تمام، اللينك ده هتلاقي فيه شركات كتير اورجانيزيشن بتستخدم البايثون، من رقم واحد فيهم جوجل اساسا، يعني جوجل ونتفليكس، وكل في مواقع شركات كتير جدا بتستخدم البايثون في الشغل بتاعها. تمام، طيب عشان نبدا بايثون محتاج او عايز اكتب كود بايثون بقى، خلاص كفايه نظري، خلاص اقتنعت بكلامك وعايز اكتب كود بايثون، المفروض اكتبه فين؟ تمام، اول حاجه يكون عندك يا لابتوب يا موبايل، ماشي يا سيدي معايا لابتوب، خلاص هننزل البايثون مكتبات البايثون اوكي، بننزلها من موقع اسمه بايثون دوت اورج، ماشي. طب وبعدين بننزل حاجه اسمها داونلود اند انستول اي دي اي، اي دي اي، اي دي اي ده زي برنامج اللي احنا بنكتب فيه كود البايثون، ده برنامج بنكتب فيه كود
دي اتعمل البيئه البرمجيه لكتابه اكواد البايثون. ده اسمه اي دي اي، ده اسمه اي دي اي تمام. في منه انواع، يعني الاي دي اي ده في منه بقى، في اي دي اي اسمه باي شارب، في اي دي اي اسمه اناكوندا، في اي دي اي اسمه فيجوال ستوديو كود. فالاي دي اي ده ايه؟ بيئه العمل اللي انا بكتب فيها لغه البرمجه بتاعتي. حلو الكلام؟ مع بص المسميات اللي انا بقعد اركز عليها واقولها كذا مره دي لازم انت تعرفها. اوكي؟ فاي دي اي ده اللي هو بيئه العمل المتكامله لكتابه الاكواد البرمجيه. اوكي؟ بالانجليزي بيقول عليه ايه؟ انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، المكان اللي بكتب فيه الاكواد بتاعتي. ففي اي دي اي للسي بلس بلس، وفي اي دي اي للجافا، وفي اي دي اي للسي شارب، وفي اي دي اي للبي اتش بي، وفي اي دي اي للبايثون. تمام؟ ايه انواع لو عايز يعني استخدم اي دي اي للبايثون؟ في منها انواع كتير زي الباي شارب وزي الاناكوندا وزي الفيجوال ستوديو كود. اوكي؟ احنا هنستخدم مين؟ هنستخدم اي دي اسمه باي شارب. طيب لو انا جيت رحت شركه ان شاء الله لقيتهم بيستخدموا اناكوندا ولا اي حاجه، نفس اللغه اللي انت بتكتبها هنا، الكود اللي بتكتبه هنا هو نفسه هتكتبه هنا، بس ايه تتعود، تاخد لك يومين ثلاثه كده تتعود على الاي دي اي الجديد وخلاص. واخد بالك؟ طيب هنستخدم عشان نعمل داونلود للباي شارب، داونلود للباي شارب تمام. هنعمل ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، هتدخل على جوجل. فانت دلوقتي يا ريت تتعامل معايا بقى في موضوع عشان هنشتغل مع بعض القصه دي. ادخل على جوجل، جوجل دوت كوم، وتكتب هنا باي شور. باي شور هتلاقيه بيكملها لك اهو، باي شور داونلود. اوكي؟ باي شور داونلود، هتلاقي هنا بيقول لك ايه؟ باي شور داونلود، موقع اسمه جيت برينز، ده الموقع اللي هو الشركه اللي هي عامله الاي دي اللي اسمه باي شور ده. هنضغط عليها. تمام؟ هتلاقي حاجة اسمها باي شارم بروفيشنال، اوكي؟ وفي حاجة تحت كده اسمها باي شارم كوميونيتي. الكوميونيتي دي اللي هنزلها، هي دي الفري، لأن البروفيشنال دي شهر وهتتقفل معايا عشان هي بفلوس. اوكي؟ فأنت هتنزل ايه؟ باي شارم كوميونيتي اديشن. خلاص؟ هتيجي عند داونلود اكس ان وتضغط على ايه؟ داونلود، وخلاص كده. وتشوف بقى هو قاعد يقعد يحمل. هتلاقيه بينزل عندك بيحمل. تمام؟ بس هتختار مكان التحميل بقى بتاعك وايا كان بقى فيه، وتضغط حفظ وشكرا وسيبه بقى يحمل. تمام؟ بعد ما يحمل معاك تروح تدوس كليك عليه وتفتحه وترن الايه؟ ترن البرنامج، وهتلاقي انت كده بتعمل انستوليشن او كانك بتعمل سيت اب للبرنامج، ونكست نكست نكست فينش. تمام؟ طبعا انا منزله مش هحمله تاني خلاص. فانا ممكن ابعت لك اللينك بدل ما تقعد تلف اللفه دي كلها، ابعت لك اللينك اللي هو بينزل على طول. تمام، هبعته لكم على زوم. اوكي، هبعته لكم برضه على الواتساب. فاستاذنك ناز، ابدا حمل برنامج الباي شارت عشان هنشتغل مع بعض دلوقتي كودينج على الباي شارت. وانا معاك لو انت عندك مشكله في التحميل معاك. باشمهندس انا بعمله داونلود بس هو كبير، اتهيألي شوية 400 ميجا. اه 400 فعلا. النت عندك عامل ايه؟ جميل، 2%. كم في المية؟ ونكمل كده يعني، اهو بيمشي 1% كده كل سنتين تلاتة. طيب الحمد لله. طيب خلينا ناخد ايه، هو كله بدأ داونلود يا جماعة؟ عشان ممكن نسيبه يداونلود بس وناخد بريك 10 دقايق كده. بدأ الداونلود. طيب قبل ما ناخد بريك بس كده كله يأكد بس معايا ان هو بدأ الداونلود شغال معاه. احمد وياسر، احمد صلاح وياسر ومحمود، بدأت الداونلود؟ منزلهم قبل كده؟ ماشي خلاص زي الفل، خلاص ما تنزلوش تاني. بس انت شغال باي شارما؟ اه شغال اه باي شارما. طيب زي الفل، ماشي خلاص. يا محمود، اللينك المحاضرة مسجلة وهننزل عليها ان شاء الله بعد المحاضرة.
عندك بروسلي. لا هنشتغل باي شارما ان شاء الله، باي شارما مش نبقى كلنا زي بعض. فيا ريت تنزل، نزل لينك باي شارما يعني. بص بص يا شباب، محمود بيقول عندي فيجوال ستوديو كود، هو عنده اي دي اي تاني بيشتغل عليها البايثون. تمام. بص الفيجوال ستوديو كود يمكن انت عشان انت درست شويه فرونت اند وكده، فكان مين لي يعني بتشتغل فرونت اند برضه على فيجوال ستوديو كود. فخلينا خليك في البايثون كده، اشتغل على باي شارم. يعني باي شارم قوي جدا، على قوي جدا للبايثون، ويعتبر لو انت عملت سيرش كده بسيط على الفروقات ما بين الاي دي اي في البايثون هتلاقي رقم واحد المرجح يعني في اللي هو الباي شارم. الناس بتوع الفرونت اند مثلا هم هتلاقيهم بيرجحوا اكتر في فيجوال ستوديو كود، ان هو بيستخدم ده وده، بس هتلاقي نفسك اتدخلت بقى انك انت لازم تسطب مكتبات، ان هو مش بتاع بايثون في الاساس يعني. فانت نازل الباي شارم ونشتغل باي شارم بقى طول مده الكورس، وانت براحتك عايز تجرب شويه هنا وشويه هنا. طيب خلينا ناخد بريك كده ونرجع 9 الا ربع، ربع ساعه ان شاء الله نرجع نكتب بقى اول اكواد مع بعض. تمام. تمام.